إذا كنت شيخ مثلا فقير ما أجد يعني يحفظ الناس، هل يجوز يا شيخ مثلا أطلب من أحد إخراج الصدقة عني يوم مثلا؟ هي حقوق سرقات مثلا، حقوق كفارات أو مثلا سرقات. طيب ما يعرف أصحابها؟ لا. نعم؟ لا ما يعرف. ما يعرف أصحابها؟ يعرف قدرها؟ يعرف قدرها. خلاص ما عنده يعني ما يمكن مع مرور الزمن كل ما حصل على مال يتصدق به بنية الأجر لأصحابه ويقيده مثلا عليه 1 ريال، لا يلزم يخرج 1000 دفعة واحدة، بإمكانه يخرج 1000 ولو على في اليوم أو في الأسبوع 10 ريالات، ليس بلازم تخرج جميع وتقيد الأمر عندك، كلما رزقك الله تخرج شيئا من هذا المال بنية وصول الأجر إلى صاحب المال وتقيد حتى تمضي في هذا السبيل. قد تقول إن المال كبير، قد تقول إن المال كبير ولا أطيقه، فأن الله جل وعلا علم منك السداد أعانك، وبالإمكان أن يعينك الصالحون والأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، ومن أخذ يريد تلافه أتلفه الله، رواه البخاري في صحيحه. فالذي الآن يريد الأداء يعينه الله جل وعلا ويوفقه ويسر له أمره. وما ذكر عن تائب لا في القديم ولا في الحديث عليه حقوق مثل هذه الأشياء وصدق الله إلا وعانه الله عليها، لكن يعمل بالأسباب، يعمل بالاستغفار، يلجأ إلى الله بالدعاء بأن الله يسر له أمره ويعينه الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا ويعينه الله جل وعلا ويوفقه، ولا أظنه بإذن الله يخيبه الله جل أبدا. الشيخ طيب إذا كان واحد يخرجها عنه ما في مانع، يخرجها عنه ما في حرج أبدا، صدق بي عنه ما في أي حرج، جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعينوا أخاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلي الناس في المسجد حتى الصحابة على الصدقة، وهذه الصدقات بدلها لهم قضى الدين على الآخرين من القرب إلى الله جل وعلا. وربما يعني إذا الآخر قد حللوا عند الله ما يدري أصلا هو هل يريد، لكن هذا الإشكالي ما يدري، لكن يخرجه، لكن على كل هو يسعى بإذن الله يقضي الله جل وعلا دينه.